السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. مكملين كلامنا في كورس الماس ترانسفير، معاكم باشمهندس نورهان هشام من هندسه القاهره. النهارده هنكمل كلامنا على جزء الليتشنج، هنتكلم على حاجه مهمه قوي اللي هي السوليد فري كووردينيتس. طيب ايه فكره السوليد فري كووردينيتس دي؟ احنا متعودين ان احنا في الليتشنج بنشتغل على تيرنري سيستم، علشان احنا عندنا كل الفيزز فيها كل الكومبوننتس، وبالتالي لازم اشتغل بثلاثه كومبوننتس اللي هم الاي والبي والاس، ما اقدرش ان انا اهمل واحد فيهم على حساب التاني. فكنا بنشتغل على تراينجل، فكان اي سايد من التراينجل ده هو باينري سيستم، واي فيرتكس هي بيور كومبوننت، واي نقطه جوه التراينجل بعبر عنها بالكومبوزيشنز بتاعتها ريليتد لكل حاجه. طيب المره دي بقى احنا عايزين نعمل ايه؟ المره دي عايزين نتكلم على سوليد فري كووردينيتس، يعني عايزه اشتغل على اكس واي دايجرام بحيث ما يبقاش السوليد داخل معايا في الحسابات قوي. ده هيحصل ازاي؟ هي ان انا كل حاجه بدل ما بقسم على اي وبي واس هقسم على اي واس بس. طيب فهيكون عندي الاكس اكسس بتاعي في القصه دي اللي هو الاكس او الواي، هيكون عباره عن ايه؟ عباره عن الاي مقسومه على اي بلس اس، كويس، وهيكون بنسميها اكس او واي ايا يعني كانت هي مين. طيب وهيكون الواي اكسس بنسميه ان، اللي هي كده احسن، الواي اكسس بنسميه ان اللي هي بي على اي بلس اس، والاكس اكسس بيبقى الاكس او الواي عباره عن اي على اي بلس اس. فده كده ديفينيشن بتاعي للاكسيز، ريشيو بين ال A وال A plus S وال B وال A plus S. طيب فزي ما كنا في ترينجل، اول حاجة بنعملها ان احنا بنعرف نشوف كل pure component موجوده فين وكل binary mixture موجود فين، فعايز اعرف هنا برضو. فلو انا عايز اتكلم عن النقطة اللي فيها pure A، لو هي pure A بل X بتاعتها بكام؟ بمية على مية plus zero، يعني X بتاعتها 100%، وال Y بتاعتها بزيرو لان فيهاش B، فساعتها هلاقي ان نقطة ال pure A هي النقطة دي. لو بنتكلم على البيور اس، فالبيور اس هلاقي ان انا لما اجي احسب الاكس او الواي عباره عن ايه؟ على ايه بلس اس، يعني 0 على 100 اللي هي 0، يبقى الاكس بتاعتها ب 0، والواي بتاعتها عباره عن ايه؟ بي على ايه بلس اس، البي بتاعتها ب 0 على رقم، يبقى نقطه اس هتبقى النقطه دي، يبقى دي النقطه اللي بتكورسبوند للبيور اس، ودي النقطه اللي بتكورسبوند للبيور اي، والخط الواصل بينهم ده هو اللي بيعبر عن الاي اس لاين. فاضل ايه كمان؟ فاضل الكومبوننت الثالث اللي هو البي. لما اجي اتكلم على البي هلاقي ايه؟ هلاقي ان الان بتاعته عند البيور كومبوننت عباره عن 100 على 0 عشان ما فيش لا اي ولا اس، وده 100 على 0 يبقى الان بتاعته بانفينيتي، والاكس او الواي عباره عن 0 على 0، فبالتالي نقطه البيور بي دي مش موجوده، وده منطقي لان انا بتكلم على سوليد فري كووردينيتس، يبقى ده كووردينيت ما مش باين فيها السوليدز، فبالتالي البي دي حاجه موجوده في انفينيتي، انا خلاص مش هعرف ارسمها بعد كده. طيب دي اول حاجه، يبقى انا كده عرفت مكان الاي ومكان البي ومكان الاس. الحاجه الثانيه ان انا محتاج اعرف اشوف الاوفر فلو والاندر فلو، وقبل ده محتاج اشوف الكميات عشان اقدر اعمل بالانس، لان انا لو بعمل ليفر ارم بعمل ماتيريال بالانس ليفر ارم برنسبل، انا متعود اشتغل على التوتال كوانتيتي، المره دي انا هشتغل على كوانتيتي من غير البي، لان بشتغل عليها بالداشز، لان كل حاجه خلاص اتنسبت للاي والاس بس. فهلاقي ان انا عندي ال ان داش دي عباره عن ايه؟ عباره عن ال ان متشال منها البي، والبي ان داش عباره عن البي ان متشال منها البي، عشان انا عايز الاي والاس بس. فده بمنتهى البساطه تعرف تثبت منه ان الكميه التوتال عباره عن الكميه الداش مضروبه في 1 بلس ان، او بصوره اسهل ان الكميه الداش لو انت عايز تجيبها عباره عن ال او الفي ايا كان مقسومه على 1 بلس ان للكومبوننت ده. لو جينا نبص بقى على اللوكس، اللوكس بتاع الاندر فلو كان له اربع طرق خدناهم في اول مره. احسن طريقه فيهم كانت الاكسبيرمنتال ديتا، اللي كانت بتقول لك ايه؟ كانت بتقول لك البي على اي بلس اس بكام كورسبوندنج لاي على اي بلس اس، كنا بنقعد نحط البوينت وبعدين نوصل بالبي وبعدين نعمل ليفر ارم على كل خط عشان نطلع كل نقطه. المره دي باي ديفينيشن هنلاقي ان الحاجه اللي كانت بيديها لنا الماس بتاع السوليد فري، الماس بتاع السوليد كورسبوندنج للسوليوشن بقت هي خلاص اسمها الان، والاس اللي هي عباره عن ايه؟ على اي بلس اس، بقت جاهزه. فانا مجرد اللي هعمله ان هوقع النقط، عادي انا عندي الاكس اكسس هو الاكس والواي اكسس هو الان، وهحط النقط بمنتهى البساطه. فدي ميزه السوليد فري كووردينيت، انها بتخلي الحسابات والرسومات بتاعتك اسهل، والرسمه مش زحمه قوي، والتعامل معاها اسرع واسهل كتير. يبقى ده كده لوكس الاندر فلو. لو بنتكلم على اللوكس بتاع الاوفر فلو، لو نفتكر هو كان له كذا طريقه، اول حاجه فيهم انها ممكن تبقى الهايبوتنس لاين لما يكون ما عندكش خالص سوليدز موجوده في الاوفر فلو، فبالتالي ده هيبقى مين؟ هيبقى هو الاي اس لاين، لان انا عارف ان الهايبوتنس كان هو الاي اس لاين، فهنا الاي اس لاين بتاعك بقى هو الخط ده اللي هو عنده هنا البيور اس وعنده هنا البيور اي، فده بقى اللوكس بتاع الاوفر فلو. طب لو انت عندك كومبوزيشن معين زي كده،
الاوفرفلو فيه 1 باوند اويل فري ميل بير 9 باوند اوف سوليوشن. فده بالظبط هو تعريف البي، تعريف الان، لان انا بقول ايه اويل فري ميل ده عباره عن بي مقسوم على باوند اوف سوليوشن على ايه بلس اس، يبقى دي عباره عن 1/9. تشوف دي 0.111 تعمل لها خط هوريزونتال، يبقى هو ده اللوكس بتاع الايه الاوفرفلو. وطبعا لازم يكون قريب من الاس لاين عشان هو حاجه غنيه في السولفنت وفقيره والسوليد وفقيره في البي، فبقى برضو اسهل بكتير قوي بدل القصص الثانيه دي. لو عايزين نتكلم على الايديال ستيج، لو بنفتكر الايديال ستيج كانت ايه، الايديال ستيج كانت تعرفها ان انا بحافظ على كونستنت ريشيو بين الاي والاس، فكنت بعمل ده باني بوصل بالبي. نفس الكونسبت موجود، بس كل حكايه ان انا هنا ما عنديش بي عشان اوصل بيها البي دي مكانها فين، مكانها في انفينيتي. لما هي مكانها في انفينيتي انا جاست هعمل ايه، هوصل بالفيرتيكال لاين وخلاص. يبقى انا لو عندي نقطه ام عرفت احسبها بالماتيريال بالانس، فيرتيكال لاين دي بقت الستيج، يقطع اللوكس بتاع الاندر فلو في اكس 1 ويقطع اللوكس بتاع الاوفر فلو فين في واي 1. طيب نفس الكلام لو انا عندي افشنسي، بقى لو انا عندي افشنسي او اوفر فلو او اندر فلو، لو اوفر فلو يبقى انا عندي الفرق، احنا بنحط دايما الايه الاكتوال تشينج على الثيوريتيكال تشينج. فالثيوريتيكال تشينج دايما هو ايه، هو الواي ان ستار اللي هو الايكوليبريم، وبدايتك هي واي ان ماينس 1. يبقى انت المسافه دي اللي من واي ان بلس 1 لحد واي ان ستار دي هي الثيوريتيكال، تضربها في 0.8 مثلا او ايا كانت الافشنسي بكام، تعرف توقع نقطه واي ان. وخلي بالك انت بتقيس من ناحيه ايه الشمال، لان انت كنت دايما بتقيس من ناحيه قريبه للاس. لو نفتكر في الاوفر فلو كنت على هايبوتنس بقيس من ناحيه الاس، فانا هنا برضو بقيس من ناحيه الاس، دي البيور اس، وانا ماشي هقيس الطول ده، يبقى دي نقطه الواي ان. دايما لازم تكون الواي ان اقل من الواي ان ستار، فهو نفس الكونسبت بالظبط، بس كل حكايه ان تطبيقه بقى بشكل مختلف. ده الاكزامبل اللي احنا قلنا عليه. لو بنتكلم على افشنسي بقى في الاندر فلو، ساعتها كنا بنقيس من ناحيه فين، كنا بنقيس من ناحيه الايه الاقرب لها. فهنا مثلا انا بتكلم على ستيج والستيج اللي بعدها، فانا لو عندي الاكس 2 مثلا 0.4 والواي 3.2 والافشنسي 0.2، هعمل ايه؟ هقول ان الواي 3 دي بالاكوليبريم مع اكس 3، يبقى بالتالي الرقم بتاع الاكس 3 ده هو الاكس 3 ستار، وانا عندي قيمه اكس 2 اللي جايه من الستيج اللي قبلها. يبقى انا متوقع الفرق يكون ايه، ان اكس 2 دي لو انا عندي الدنيا كلها تمام هتتحول انها تبقى اكس 3 ستار، يبقى هو ده الطول اللي هو من 0.4 ل 0.2 ده. بس للاسف انت عندك efficiency في السيستم مش 100%، فالطول ده هيتضرب في نسبه معينه حسب الافشنسي ده، هي مثلا هنا 80% وتجيب النقطه. وخلي بالك انت بتقيس من يمين، فهي كلها نفس اللوجيك، ان انا الاوفر فلو بقيسه من ناحيه الاس والاندر فلو بقيسه من ناحيه الايه، فهو نفس الكونسبت بالظبط، بس تطبيقه بقى اسهل كمان. لو بنتكلم بقى على number of ideal stages، كنا بنعملها ازاي؟ كنا بنجيب الاوبريتنج بولر، بوصل واي 1 باكس نود ومد، ووصل واي ان بلس 1 باكس ان ومد، تقاطعهم يبقى هي الار، وبعدين كنت بوصل الواي 1 دي بالبي وعشان اجيب الاكس 1، وبعدين الاكس 1 اوصلها بالار عشان اجيب الواي 2 واكمل. هنا الحكايه ما عنديش بي، فانا الواي 1 دي مجرد ما اجيبها هعمل خط راسي يقطع اللوكس بتاع الاندر فلو فين؟ في اكس 1، وبعدين الاكس 1 دي اوصلها بالار يبقى جبت واي 2، واي 2 برضو vertical line لحد ما جبت اكس 2 وهكذا. فدي برضو سهلة ما هياش فيها مشكلة. وبماتش الاكس 2 دي بالار وافضل ماشي لحد ما نوصل. ممكن لو طبعا عندنا فراكشن من السيج اشوف الحتة اللي كانت زيادة قد ايه واعرف اكمل الباقي عامل ازاي. ممكن برضو نعمل projection operating curve شبه بونشون سافري، ونقدر نحسب النمبر في السيج اللي احنا عايزينها، وده ممكن نشوفه برضو كمان شويه بالتفصيل اكتر. طيب فده اللي احنا قلنا عليه، ان انت دلوقتي جبت الاوبريتنج بولر بتاعك، عندك الاكس نود وعندك الواي 1، وبعدين هنا الاكس ان والواي ان بلس 1 مديتهم جبت الار، هاخد الار الواي 1 دي هعمل خط راسي اجيب اكس 1، اكس 1 دي هوصلها بالار جبت واي 2 هعمل خط راسي اجيب اكس 2 اوصلها بالار جبت واي 3 وهكذا لحد في الاخر مخلص الايه النمبر اوف ستيجز اللي انا عايزها. ولو انا عديت الاكس ان بشوف المسافه اللي انا مشيتها من النقطه اللي عندي لحد الاكس ان كومبيرد بمسافه الستيج، اللي هي دي الفراكشن اللي انا عايزها. طيب لو انا عايز احسب بقى النمبر اوف اكتوال ستيجز اعمل ايه؟ ساعتها بيبقى عندك ايكوليبريم سودو ايكوليبريم، يعني احنا عارفين الايكوليبريم بتاعنا هو الخط الراسي خلاص، لكن لو انت عندك افشنسي ممكن ساعتها يبقى عندك حاجه اسمها جيفن بالنسبه لك سودو ايكوليبريم كيرف، فدي علاقه بين الاكس وبين الواي، وده الدياجرام الوحيد اللي بيترسم الاكس على الراسي والواي على الافقي الوحيد عكس ما احنا متعودين، عشان ده سودو ايكوليبريم ريليشن في الليتشنج، فبقدر استعمله عشان استعيد عن الخط الراسي اللي موجود في الايديال ستيج، عشان دي اكتوال ستيج. ده الفرق، فانا مش عارف اعمل خط راسي عشان هي مش ايديال،
وعندي سولو اكوليبريم ريليشن فهستعملها. طب هعمل ده ازاي؟ اول حاجه ان انا هرسم السوليد فري كوردينيت اللي انا متعود عليه وارسم تحتيه الواي اكس دايجرام. خلي بالنا ان الاكس هي على الراسي والواي هي على الافقي. وبعدين اوصل الاوبريتنج الخطوط لحد ما اجيب الاوبريتنج بولر. من واي 1 هنزل على السولو اكوليبريم كيرف اجيب اكس 1 اكتشوال، وبعدين من الاكس 1 اكتشوال هقطع واكمل تاني. فهي كل حكايه ان في يعني انا هعمل نفس الكلام، هجيب الاوبريتنج بولر جبت الواي 1، بس انا كل حكايه ان الواي 1 اللي هنا دي بدل ما انا كنت بطلع خط فيرتيكال عشان اجيب الاكس 1 الاكوليبريم معاها، انا هنزل هعمل حاجه تانية، هنزل على الكيرف بخط راسي اخبط في الكيرف اللي عندي ده والف لحد 45 واطلع اجيب الاكس 1. وقلنا زي ما تاخد بالك لو سمحت ان هنا الاكس على الراسي والواي على الافقي عشان اقدر اعمل البروجكشن ده. فساعتها دي الاكس 1 الاكتشوال. هعمل ايه في الاكس 1 الاكتشوال دي؟ هوصلها بالار عشان اجيب الواي اللي بتوبريت معاها اللي هي واي 2. جبت الواي 2 يبقى هنزل برضو منها على السوتو اكوليبريم اخبط في 45 اطلع تاني بدي اكس 2 اكتشوال، وبرضو اكس 2 اكتشوال اوصلها بار اجيب واي 3. اخد الواي 3 دي وانزل منها على الاكوليبريم والف وارجع جبت الاكس 3 لحد ما نشوف الستيج الرابعه واعمل الايه الفراكشن. دي طريقه. الطريقه الثانيه بقى زي ما قلنا اعمل بروجكشن اوبريتنج كيرف. ده بيحصل ازاي؟ ان انت برضو هتوقع النقط وبرضو هتجيب الاوبريتنج بولر وبرضو هترسم الاكوليبريم تحت وبرضو الواي عكس الاكس، الواي هي اللي على الافقي، وتاخد اي خطوط بقى. يعني انا كنت هناك باخد خطوط عند الستيجز اللي انا عارف، هنا باخد اي خطوط راندوم بس بتعدي بار يعني وبتقطع اللوكس الاوفر فلو والاندر فلو، واعمل نفس الطريقه انزل بواي والف اجيب اكس، انزل بواي والف اجيب اكس، انزل بواي والف اجيب اكس. فيبقى عندي نقط كتير قوي، النقط دي اسقطها هو الاوبريتنج كيرف، وعد بقى زي الديستريشن عادي 1 2 3 4 5 لحد ما اوصل. فهي الفكره في كده ان هو بقى انت بتعمل بروجكشن للاوبريتنج كيرف وتعد من عليه. ايهما اسهل لك اعمله؟ سواء كانت بتعدهم واحده واحده او ان انت بتعمل بروجكشن. بس خلي بالك في البروجكشن دايما حدودك ما تتغيرش. يعني انت هنا حدودك هي اكس نود، النقطه اللي فيها اكس نود واي 1 اللي هي النقطه دي، والناحيه الثانيه هي اكس نود وواي ان بلس 1 اللي هي النقطه دي. فلازم دول يبقوا صح ودول ما ينفعش ما تعملهمش. اللي في النص بقى اي خطوط راندوم خطين ثلاثه متوزعين على المسافه كلها اللي من اكس نود لحد اكس ان، وتعمل بروجكشن وتعد الستيجز يبقى كده ايه خلص. طيب نشوف بقى مسائل. اول حاجه لو عندنا مساله سهله فيها سنجل ستيج، فبيقول ايه في سنجل ستيج ريتشنج بتاع صويا بين اويل، يبقى دي الحاجه اللي انا بستخلصها من فليك صويا بينز اللي هي الفليكس بتاعت الصويا بينز القشور اللي شبه الكورن فليكس كده بهيكسين كسولفنت. عندنا 100 كيلوغرام من الصويا بينز فيها 20% ويت اويل، حصل لها ليتشنج ب 100 كيلوغرام هيكسين سولفنت. انا عندي كده ال نود ب 100 والبرسنت بتاعت الاي بتاعتها ب 20% والفي ان بلس 1 ب 100 كيلو. قال لنا الفاليو اوف ان اوف ذا سالري اندر فلو از بوتنشال كونستنت عند 1.5 كيلوغرام انسولبل سوليد بير كيلوغرام سوليوشن ريتينج. يبقى هو اداك ان ال اللي هي البي على الاي بلس اس ثابته للاندر فلو قيمتها 1.5. ريحنا يعني كده اللوكس بقى عباره عن خط افقي عند ان 1.5. عايز ايه؟ عايز الاماونتس والكومبوزيشنز بتاعت الاوفر فلو والاندر فلو برودكتس اللي في السيستم ده. حل المساله يعني. طيب هنعمل ايه؟ مادام ما قلناش حاجه على الاوفر فلو لوكس هناخده ان هي بي بزيرو اللي هو الخط الواصل بالاي اس. هحط الاندر فلو لوكس هرسمه، هحط نقط اكس نود واي ان بلس 1 على الدايجرام، هعمل ليفر اون. بس لازم اخد بالي كويس قوي ان اكس نود واي ان بلس 1 دول بيبقوا متناسبين لايه؟ للاي والاس. يعني اكس نود دي عباره عن ايه على اي بلس اس عند بي معينه، والواي ان بلس 1 دي عباره عن ايه على اي بلس 1 على اي بلس اس عند ان معينه. فخلي بالك وانت بتحطهم ان هم مش الكومبيتيشن الجيفن على طول، انت لازم تروح تحسبهم عشان تحط النقطه مظبوط. وبعدين هنعمل ليفل ارم. انا كنت بعمل ليفل ارم عشان اجيب نقطه ام واوصلها بالبي، نفس الكلام بالظبط. بس خلي بالك برضو ان الليفل ارم ده هنعمله بايه؟ بال نوت داش وبي ان بلس 1 داش عشان اجيب نقطه ام، وبعدين هوصلها بالبي اللي هو بالنسبه لي هنا خط راسي يقطع اللوكس بتاع الاكس 1 بتاع الاوفر فلو في واي 1 وبتاع الاندر فلو في اكس 1. وزي ما قلنا لوكس الاندر فلو هنا ان ايه؟ ان بي على اكس اس 1.5 بيكورسبوند ان اكس بي بايه؟ ب 0.6. انا حولت الاكس بي مش عشان حاجه، بس عشان سهل على نفسي حسابات الماتيريال بالانس مش اكتر. لان انا هنا عارف ال نود فيها 20 اي و80 بي وما فيهاش اس، البي ان بلس 1 هي اسيومد انها بيور سولفنت ما دام هو قال لها بيور سولفنت يبقى دي 100. عشان اسهل على نفسي وما غلطش رحت جبت الاي بلس اس في كل ستريم، زودت كده للجدول اي بلس اس في كل واحد، وبعدين حسبت الان والاكس. فالان عباره عن بي على اي بلس اس، والاكس او الواي عباره عن ايه؟ ايه على ايه بلس اس، عشان اعرف اوقع النقط بالان والاكس دول او الان والواي ايا كان. حتى في سولفنت اهو باين ان هو نقطه الاوريجن، ال نود بقت نقطه على
ال AS line عند ال X او ال Y بواحد وعالية فوق شوية. لا سوري مش على AS line، هي على ال side على اليمين بتاع ال بتاع ال diagram. والمعلومة ال N بواحد ونص لل underflow دي استفدت منها ال L N لأن ال B في ال L N بوين ستة، فده هيسهل لي شوية حسابات الماتيريال بالانس. جميل، ده اللي احنا قلنا عليه خلاص. فدي كده بقى الرسمه. انا لما اجي اهو احنا قلنا الواي نود الواي ان بلس 1 او واي نود ايا كان عشان السنجل ستيج بدينا نقطه الاوريجن 0 0. قلنا الاكس نود ده عباره عن اكس بواحد و او واي بواحد، لا اكس اكس بواحد وان باربعه، يبقى هو ده وصلتهم ببعض. وبعدين ده اللوكس بتاع الاندر فلو اللي هو عند ان بواحد ونص، وده اللوكس بتاع الاوفر فلو اللي هو الاس لاين. يبقى فاضل لك بس ان انت على الخط اللي بين واي ان بلس 1 واكس نود تعمل ليفر ارم ترانسفير وتحط نقطه ام تطلع منها الخط الراسي. قلنا خلي بالك الليفر ارم ده هيتعمل على ايه؟ على سوليد فري بيزز اللي هو الاي بلس اس بس. طيب فدي نقطه ام بعد ما عملنا الليفر ارم بسم الله، هطلع منها الخط الراسي. يبقى النقطه دي كده هي الواي 1 اللي اتقطعت مع لوكس الاوفر فلو، والاكس 1 هو اللي اتقطع مع اللوكس بتاع الايه؟ الاندر فلو. بعدين اكمل ازاي؟ هنا احنا عملنا ايه؟ قلنا انه عملنا ماتيريال بالانس على البي، قلنا خلاص البي هنا داخله 80 وفي ال ال نود، والبي ان بلس 1 ما فيهاش، والبي 1 كمان ما فيهاش، فبالتالي البي اللي موجود في ال ال ان قيمته 80 برده، وال 80 دي هي 0.6 من ال ال ان، فروحت جبت التوتال بتاع ال ال ان، فبالتالي عرفت ان الاي بلس اس بتاعتها هي عباره عن الباقي. فانا عندي دي 133 او هي من الاخر ال 0.4 من ال ال ان ده الاي بلس اس على بعض 53 دول. بعد ما اعملهم هعرف اعمل ماتيريال بالانس عليهم واعرف اكمل الحسبه على طول في التيبل، لان انا عارف الان بتاعت النقطه لانها قدامي، فانا اعرف اقراها الان بتاعتها بواحد ونص، وعارف الاكس بتاعتها اللي هي عباره عن اي بلس اس ب 0.168، وانا عارف الاي بلس اس لوحدها بكام، فاعرف احسب الايه؟ فاعرف احسب الاي واعرف احسب الاس بتوع ال ان ومنهم اجيب بتوع ال دي 1. دي طريقه. في طريقه ممكن تبقى اسهل شويه لو حد بيفضل الرسم. ايه هي؟ دلوقتي انا عارف ان الاي بلس اس اللي داخله كلها مجموعها كام؟ 120، هي 20 هنا و100 هنا. فلو انا جيت على الخط بتاع الاكس 1 واي 1 والبي ام ده هلاقي ان الطول بتاعه كله بيتناسب مع ال120، والمسافه اللي هنا بتتناسب مع الاي بلس اس اللي في ال1، والطول اللي هنا بيتناسب مع الاي بلس اس اللي موجوده في V1. فممكن اعمل ليفر ارم على الخط ده اجيب الاي بلس اس على طول، سواء اللي موجوده في الـ في الاكستراكت او في الرافينيت، سوري في الاوفر فلو او في الاندر فلو. فهي لو انت ما خدتش بالك ان دي 0.6 كنت هتعرف تجيب ال 53 دي بالطريقه دي، انك كنت هتعمل ليفر ارم وبتعرف القيمه دي بكام والقيمه دي بكام، وبمعلوماتك للاكس والواي دول هتعرف تجيب الايه؟ الاي لوحدها والاس لوحدها. فكلهم هيوصلوا بنفس الطريقه. طبعا الحسابات بتكون ادق من الرسم ده لو انت حاسب صح، او لو انت ما خدتش بالك الرسم بيسعفك كتير، فايهما ترتاح له ان شاء الله كده كده هتوصل اللي هو عايزه. زي ما قلنا لو سمحت ما تنساش تجيب الكومبوزيشنز، هو طالب منك كومبوزيشنز وكميات، فتجيب اللي هو عايزه كله. ده كان اول اكزامبل. طبعا احنا خلينا نتفق ان اي حاجه بنحلها على تراينجل نقدر نحلها على سوليد ستيت كوردينيتس، ما عنديش اي مشكله. اي مساله في اي مساله في حياتك تلاقيها تعرف تحلها على سوليد ستيت كوردينيتس، لان هي في الاخر هي طريقه عرض مختلفه، لكن هي نفس طريقه المساله ونفس ارقام المساله ونفس كل حاجه. مساله 2 لو نفتكرها حليناها 60 مره، ان ال ال نود دي كان عندنا فيها اي وبي واس، والبي ان بلس 1 فيها اي واس، وال ال ان كان فيها عارف كميه الاي اللي موجوده فيها، ولوكس بتاع الاندر فلو كان اكسبيرمنتال داتا، وكانت كاونتر كارنت كونتاكت. عايز الكومبوزيشن بتاع السترونج سوليوشن والكومبوزيشن بتاع الاديرنج سوليوشن واي 1 واكس ان، وبعدين عايز الفي 1 والال ان، وعايز النمبر اوف يونتس. طبعا هنا شكل الايكوليبريم اللي كنا بنقعد نرسمه في وقت طويل قوي عشان هو كان اكسبيرمنتال داتا، المره دي هيبقى مجرد جره قلم ان انت هتعرف تعملها على طول. تاني ما دام ما ادناش معلومه عن السوليد اللي في السولفنت هتفترض انه بصفر، ومادام ما ادناش حاجه على اللوكس بتاع الاوفر فلو هناخد البي بتاعته بزيرو. فساعتها هقدر اقول ايه؟ ان ال2000 اللي دخلوا في البي اللي دخلوا في ال نود خرجوا في ال ان، واعرف كمان اجيب ال ال في 1. طيب فده هنعمل ايه؟ هنبلوت الاندر فلو لوكس اللي هو بالنسبه لنا هيبقى سهل قوي المره دي. هنحسب الاكس نود والواي ان بلس 1 ونعرف نحطهم على التشارت. هنعمل برده ليفر ارم بين ال نود داش وفي ان بلس 1 عشان نجيب نقطه ام. وبعدين اعمل ايه؟ ماتيريال بالانس على البي عشان اجيب البي الموجوده في ال، لان لحد هنا احنا ما اضفناش جديد. الفكره كلها كانت فين بقى؟ الفكره كلها ان احنا كنا في المسائل دي لما كنا حليناها على طريقه التراينجل كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان انا هنا عشان احل المساله دي انا عارف اوقع نقطه ام بالليفر ارم،
فدايما احنا متعودين اكس ان غالبا بتبقى جيفن وانا او بعرف اجيبها واوصلها بالام وامد اجيب واي 1. فدلوقتي انا لما كانت اكس ان هنا مش جيفن عملت ايه؟ جيت على الترينجل لما رسمناه وقلنا انا عندي الاكس ان كابيتال اللي هي ريشيو بين الاي والاي بلس بي، فعرفت احط نقطه على الاي بي لاين، فلما حطيت نقطه على الاي بي لاين ووصلتها بالاس تقاطعت مع اللوكس بتاع الاندر فلو في نقطه اكس ان سمول وكملت بيها المساله عشان كان عندي ساعتها الفيرتكس بتاعت البي موجوده. المره دي الاوبشن ده مش عندي لان انا البي دي بقت في انفينيتي، فانا مش عارف احط حاجه على اي اكسس، فلازم اعرف اتصرف بالجيفنز اللي عندي اللي هم ال 120 وال 2000 دول عشان اقدر احط نقطه الاكس ان، عشان انا لازم اعرف احطها، فلما احطها اعرف اكمل المساله عادي. طيب هنعمل ده ازاي؟ هنقول انه لو انا جيت اشوف سلوب الخط اللي هو انا لو عندي خط بيعدي بالاوريجن يبقى السلوب بتاعه هو دلتا واي على دلتا اكس، فانت هنا الواي بتاعتك هي عباره عن ان ان ماينس 0 على اكس ان ماينس 0. طب والان ان دي عباره عن ايه؟ عباره عن بي على اي بلس اس، والاكس ان عباره عن ايه على اي بلس اس. يبقى من الاخر معناها ان البي على الاي بتاعت ال ان هو ده سلوب الخط. سلوب الخط ده هو 16.67 بارقام المساله دي، وهو خط بيعدي بالاوريجن. احنا اتفقنا ما دام انت عندك كونستنت ريشيو من كومبوننتس يبقى لازم تكون بتعدي بالفيرتكس الثالث، فانا لو عندي كونستنت ريشيو بين البي والاي يبقى لازم تكون بتعدي بالاس، والاس هي بالنسبه لي في السوليد فري دياجرام كوردينيتس هي الاوريجن. يبقى ده كده خط بيعدي بالاوريجن ولو سلوب 16.67. يبقى انا عايز ارسم الخط ده، دي حاجه سهله قوي، هفرض اي نقطه وارسم تاني. فلو عملنا كده هلاقي ان هو ده اللوكس بتاعي، وبعدين هلاقي ده الاوفر فلو والاندر فلو ارسمه بالاكسبيرمنتال داتا، ودي النقطه اللي نتكلم عليها. انا رسمت ازاي بقى؟ انا عارف ان الخط ده بيعدي بالاوريجن وعارف ان السلوب بتاعه ب 16.6. هاخد اي نقطه هقول والله لو اكس 0.1 مثلا يبقى الواي بتاعتها بكام، هتحسبها معادله خط مستقيم واي ماينس واي 1 على اكس ماينس اكس 1 هي ام، وتقول والله الام ده عندي عارفه والواي والاكس دول هم بزيرو، يبقى عند 0.1 هعرف اجيب قيمه للام تطلع 1.67، هوصلهم ببعض واقاطع اللوكس بتاع الاندر فلو في نقطه اكس ان. حلو قوي، جبت الاكس ان اللي هنا دي، خلاص بقى كل مشاكلك اتحلت. ترجع بقى عادي توصل اكس ان دي بالام، اهي دي الاكس ان اهي، وادي الاكس نود موجوده هتطلع حسب قيمتها اللي حسبتها في الجدول بالاكس بتاعتها والان بتاعتها. وبعدين هعمل ليفر ارم وهجيب نقطه ام، وبعد ما اجيبها اوصل اكس ان بيها واجيب واي 1، بس احنا عشان المساله هتبقى زحمه قوي لو حطينا كل الخطوات دي. وبعدين تعمل اوبريتنج بولر وتعد ستيجز، فلو دي كده واي دي واي 1 هتطلع خط فيرتيكال ما قالش ان في افشنسي ولا حاجه، هوصل اكس 1 بالار جبت واي 2 هطلع خط فيرتيكال، هوصل اكس 2 بالار جبت واي 3 وهكذا لحد ما ايه نخلص. طبعا انت لازم تطلع نفس الارقام اللي طلعتها بالترينجل، لازم يعني هي مش هي نفس المساله، لازم توصل ان انت عندك برضو ايه 4 فيرتيكال ستيجز، بس تلاقي وقت حل المساله هنا بقى اقل كتير قوي من حلها على الترينجل. كده هنا انت بس عايز تاخد بالك وانت بتوقع النقط انك توقعها مظبوط، انك تعمل ليفر ارم بالكميات من غير الاس، بس غير كده كل حاجه تانية بتبقى اسرع بكتير. طب لو جينا افتكرنا مساله 3 دي كانت هي نفسها بالظبط مساله 2، بس كان عايز مننا ايه؟ عايز مننا ماكسيمم بوزيشن بتاع السوليد اللي انا اقدر اخده من السيستم ده، يعني عايز بينش بوينت. وساعتها قلنا بينش بوينت دي معناها تقاطع اوبريتنج مع ايكوليبريم، يعني ساعتها كنا بناخد واي ان بلس 1 نوصلها بالبي عشان تبقى نجيب الايكوليبريم معاها اللي هي تقاطع الخط ده مع اللوكس بتاع الايه الاندر فلو عشان نجيب الاكس ان ستار. فهنا هو نفس الكلام بالظبط هتعمله، بس هتعمله على الصوره 3 كوردينيت. ازاي؟ بسم الله هرسم الرسومات بتاعتي وهحط النقطه بتاعت الاكس نود والنقطه واي ان بلس 1 بقت هي الاوريجن، وبعدين هوصلهم ببعض هجيب الاكس ام. انا بقى اللي يهمني دلوقتي انا بوصل واي ان بلس 1 دي بالبي عشان اجيب واقطع اللوكس بتاع الاندر فلو. فانا هنا عشان اوصلها بالبي هعمل ايه؟ هعمل فيرتيكال لاين. جميل، عملنا الفيرتيكال لاين يقاطع اللوكس بتاع الاندر فلو في نقطه، النقطه دي بقى هي الاكس ان مينيمم اللي انا لما اوصلها بالام ومد تبقى هي دي الواي ماكسيمم اللي انا بدور عليها. فنفس الخطوات نفس الكونسيبت بس تطبيقه بطريقه ايه اسهل. طيب مساله 4 كانت هي بالظبط مساله 2 بالمره 17000، بس كان عايز كان ايه ان عندنا الاكسس بتاعت الاندر فلو كام 80%، وعايزنا برضه نجيب كل المطالب اللي هو الكومبيتيشنز والكميات ونعد ستيجز. هنعمل ايه؟ هنكمل هنا برضو هقدر افرض وانا مستريح ان الماتيريال بالانس ما اتغيرش، لان هو هنا اللوكس بتاع الاوفر فلو هيفضل برضو الاي اس لاين فهيفضل ده بزيرو، فما دام اللوكس بتاع الاوفر فلو ما اتغيرش يبقى هو هنوصل نفس الماتيريال بالانس، وهعرف احط نفس النقط على الدايجرام. بس
انا عايزه اتشرح بالرسم احسن، يبقى انا هنا هجيب الواي 1، جبت الواي 1 دي هطلع منها خط راسي، هجيب الاكس 1 ستار، وبعدين الاكس 1 ستار دي هشوف بقى الافيشنسي كانت عندي بكام. فانا هقيس الطول بين الاكس نود هنا والاكس 1 ستار، بعدين اضربه في بوينت 8 واقيس من الناحيه بتاعه الاي، يبقى هجيب هنا دي نقطه اكس 1 اكشوال اللي هي اكبر من الاكس 1. ده طبيعي عشان انت مش عارف بتفقد كتير في الرافينات، مش في الرافينات، في الاندر فلو. بعدين اللي بعدها نفس الكلام، هتاخد بقى الطول من، احنا جبنا كده واي 2، واي 2 دي هنطلع هي خط راسي، يبقى جبنا اكس 2 ستار. اكس 2 ستار دي هوصل او هشوف الطول اللي بينها وبين الاكس 1 الاكشوال، بضربه في بوينت 8 واحط البوينت دي، يبقى دي كده اكس 2 اكشوال، وهكذا بقى افضل مكمل لحد ما ايه بنجيب عدد الستيجز. واتفقنا ما دام بعد عدد الستيجز يبقى لازم يوصل في الاخر لرقم صحيح مش لرقم فراكشن، هيطلعوا برده هما نفس الخمسه في ايه الستيجز اللي طلعناهم قبل كده. ناخد بقى مساله الامتحان قبل كده، كان مدينا بتاعتنا هو الف كيلوغرام بير اور، في 28% ايه، وفي نسبه اس امبيورتي 2.5%، السولفنت كان معاه شويه ايه، الال ان قال لك ان في نسبه 5% من الايه اللي موجوده في الفيد كده، كان ده كده مش ده مش كومبوزيشن، ده مش الاكس ان 5%، لا هو الايه اللي في الال ان هو 5% من الايه اللي دخل في الفيل. ولوكس اندر فلو اكسبيرمنتال داتا وكاونتر كارنت، عايز مننا كميه الاكستراكت والاويل كونتنت وكميه السوليوشن ديتين والنمبر اوف ستيجز، برضه حل المساله. يعني هنحط الماتيريال بالانس تيبل، اول حاجه هنعملها طبعا هنرسم اللوكس اندر فلو. الاوفر فلو ما ادناش عنه حاجه، فهنقسم عادي ان هو الاي اس لاين اللي هو مفيش صالح خالص خارج. فكرة كلها في هنا بقى ان انا عارف ايه، عارف ال نود دي ب 280 تمام. ثانية واحدة، بسم الله. ال نود دي ب 280 وال بي ان بلس 1 دي انا عرفت اجيب كل الكميات، فانا بالنسبة لي دول كلهم ديفايند. هو بقى قال لنا ايه، ان ال A اللي موجودة في ال ان هو 5% من ال A التوتال، فانا ال 280 الدخلة دي هضربها في 5% 14، يبقى كده جبت ال A اللي موجودة هنا بقيتها موجود في بي 1، وبعدين ال B 0 في البي 1 وبقيتها في ال ان. طيب يبقى انا كده عرفت احسب الايه، عرفت احسب الاي والبي اللي موجودين في كل الستريمز. وعايزه اكمل، هكمل ازاي؟ هل هعرف احط نقط ولا مش هعرف؟ هلاقي نفسي برضو بقيت في نفس المطب اللي شفناه قبل كده، ان انا ما عنديش اكس ان عشان اعرف احطها على الدياجرام عشان اعرف اوصلها وهكذا. فانا هحط نقطه اكس نود واحط واي ان بلس 1، هعمل ماتيريال بالانس على البي واجيبه، وبعدين هحط نقطه ام بالليفر ارم، وهرجع تاني الجا لفكره انه ايه، ان ان على اكس ان دي بايه، فلاقي ان ان على اكس ان دي عباره عن بي على ايه اللي موجودين في ال ان، فيبقى عندي خط لو سلوب 49 وبيعدي بالاوريجن، فاعرف ارسمه. فلما ارسمه تقاطع الخط ده مع اللوكس بتاع الاندر فلو هو الايه، هو الاكس ان، واخد الاكس ان دي اوصلها، ويبقى كده خلاص بالنسبه لي كل حاجه اتحلت. هتبقى بالظبط زي المساله حلناها من شويه بس ارقامها مختلفه. احنا كده خلصنا، يا رب تكون الدنيا بالنسبه لكم واضحه. لو في اي اسئله ان شاء الله احب اسمعها. السلام عليكم.